بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور منى السنيوني. ما زلنا بنستكمل محاضرات مقرر إدارة الإنتاج والعمليات، وكنا انتهينا المحاضرة السابقة من الجزء الأول من الفصل السادس واللي كان بيحمل عنوان الجدولة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل هذا الفصل، وكان آخر حاجة انتهينا بها المحاضرة السابقة هي الأساليب الكمية التي يمكن الاستعانة بها في عملية الجدولة، وأخذنا منها خريطة جان. النهاردة هناخد الأسلوب الثاني وهو شبكات الأعمال أو النتورك. شبكات الأعمال ببساطة شديدة، يعني إيه شبكة أعمال؟ شبكة أعمال يعني رسم تخطيطي. هذا الرسم التخطيطي بيبقى قريب جدا من شكل الشبكة. هذا الرسم التخطيطي بيبقى مكون من مجموعة من الدوائر اللي هي بتمثل الإحداثيات أو نقاط البداية ونقاط النهاية لكل نشاط، وأسهم إن كل نشاط ببتدي أعبر عنه بسهم بيخرج من دائرة معينة أو حدث معين بيمثل نقطة البداية لهذا السهم أو لهذا النشاط، وبينتهي عند دائرة أخرى بتمثل نقطة النهاية لهذا النشاط. يبقى كل نشاط أنا بمثله بسهم بيخرج من دائرة بتمثل نقطة البداية لهذا النشاط، وبينتهي عند دائرة أخرى بتمثل نقطة النهاية لهذا النشاط. طيب، النشاط عادة له وقت وله تكلفة، أما الدوائر أو اللي احنا بنقول عليها الإحداثيات اللي هي نقاط البداية ونقاط النهاية لكل نشاط هي لحظة معينة ليس لها وقت وليس لها تكلفة، وبالتالي بتكون النتيجة النهائية من هذا الرسم التخطيطي بيبقى بيميل إلى شكل الشبكة، عشان كده بنقول عليها شبكات الأعمال أو النتورك. يبقى هو عبارة، يعني إيه نتورك تاني؟ عبارة عن شبكة أو رسم تخطيطي بيوضح العلاقة ما بين الأنشطة المختلفة من حيث الأسبقية في التنفيذ، مين هيكون له الأولوية، مين هيكون رقم واحد، مين هيكون رقم اثنين، مين بيسبق مين. وعادة هذه الشبكة مكونة من مجموعة من الدوائر اللي هي بتعبر عن نقاط البداية ونقاط النهاية لكل نشاط، وأيضا مجموعة من الأسهم حيث أن الأسهم بتعبر عن الأنشطة. طيب، احنا اتفقنا أن كل سهم بيعبر عن نشاط، اسم النشاط بيوضع فوق السهم، الوقت المتوقع لهذا النشاط بحطه أسفل هذا السهم. خلي بال حضرتك، احيانا لما باجي انا ارسم الشبكة هقول والله مثلا عندي الانشطة بتاعتي ألف وباء وجيم دال مثلا، وهي عندي خمس انشطة. هبتدي لما برسم الشبكة اللي بتعبر عن هذه الانشطة هقول والله عندي 1 2 3 4، يبقى عندي 4 احداثيات او 4 نقاط، 1 2 3 4. طيب، هبتدي انا اقول والله خلي بال حضرتك لو عندي مثلا 1 و2 و1 و3، يبقى عندي الدائرة رقم 1 أو نقطة البداية هي 1 بيخرج منها سهمين، كل سهم بيعبر عن نشاط. لو قلت مثلا من 1 ل2 ده نشاط ألف، يبقى ومن 1 ل3 ده مثلا النشاط باء، يبقى أنا دلوقتي عندي النقطة رقم 1 دي بسميها حدث منشق. منشق يعني ايه؟ يعني خرج منه سهمين او خرج منه نشاطين، كانت نقطة البداية للنشاط الف ونقطة البداية للنشاط ب. طيب، لما ابتدي مثلا اشوف النقطة رقم 4 هجد والله في 2 و4 ومثلا 3 و4، دي بسميها حدث تلاقي. يعني ايه؟ يعني هذه الدائرة او هذه النقطة بتمثل نقطة النهاية لأكثر من نشاط، عشان كده يبقى انا عندي دلوقتي حاجة بسميها حدث تلاقي أو دائرة بتعبر عن حدث تلاقي وحاجة بتعبر عن حدث منشق. الدائرة اللي المفروض اللي بيخرج منها أكتر من نشاط دي بسميها حدث منشق، والدائرة اللي بتمثل تلاقي لأكثر من نشاط زي ما قلنا 4 مثلا، كان في 2 و4 و3 و4، يبقى عندي النشاط الواصل من 2 ل4 ده نشاط مثلا نقول والله دال، وعندي النشاط من 3 ل4 هو النشاط هاء، يبقى 3 و4 دول او الدائرة رقم 4 بتمثل حدث تلاقي، لان بينتهي عندها اكتر من نشاط، بتمثل نقطة النهاية لاكتر من نشاط. طيب، ايه هو النشاط بقى؟ النشاط هو عمل معين بيستغرق وقت وله تكلفة،
وعادة قلنا زي ما قلنا بيمثل في الشبكة بسهم. طيب خلي بال حضرتك هناك نوعين من الأنشطة، هناك ما يسمى بنشاط حقيقي ده له وقت وله تكلفة، وبالتالي عادة بيمثل بسهم متصل وبحط اسم النشاط فوق السهم والوقت المخصص ليه أو المتوقع ليه أسفل السهم، وحاجة بسميها نشاط وهمي. النشاط الوهمي ده كده من اسمه هو نشاط ليس له وجود وليس له وقت وليس له تكلفة، ولكن الهدف من رسمه ان انا احافظ على العلاقة التسلسلية ما بين الانشطة، وبالتالي عادة بيرسم بسهم متقطع وليس سهم متصل، وبالتالي بيكون وقته عادة بيساوي صفر. طيب بعد انا ما بنتهي من رسم الشبكة وبحدد الانشطة واسماء الانشطة فوق الاسهم والوقت المخصص لكل نشاط اسفل السهم، ببتدي انا اقول والله عايزة اعرف المسارات الخاصة بهذه الشبكة. المسار بقى هو عبارة عن ايه؟ يعني ايه الطريق اللي هيوصلني من نقطة البداية الخاصة بالشبكة لنقطة نهايتها؟ لو قلنا احنا قلنا عندنا مثلا اربع احداثيات او اربع نقاط، واحد واثنين وثلاثة واربعة، يا ترى ايه المسارات اللي هتبتدي من نقطة رقم واحد؟ يعني ازاي اوصل من نقطة رقم واحد وانتهي الى نقطة رقم اربعة؟ وبالتالي هقول والله ممكن اقول والله واحد واثنين واربعة ادي مسار، واحد وثلاثة واربعة ادي مسار، واحد واثنين وثلاثة واربعة ادي مسار. يبقى الشبكة بتاعتي كانت بتحتوي على ثلاث مسارات. المسار الاول كان واحد واثنين واربعة، المسار الثاني واحد وثلاثة واربعة، المسار الثالث واحد واثنين وثلاثة واربعة. يبقى المسار هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن سلسلة من الانشطة المتتابعة بتبتدي بحدث بداية المشروع وتنتهي مع حدث نهاية المشروع. طيب المفروض بعد ما بحدد المسارات الخاصة بالشبكة المفروض ببتدي اقول والله طب في حاجة اسمها المسار الحرج. ايه هو المسار الحرج؟ المسار الحرج يعني بقول والله انا بحدده ازاي؟ انا قلت فيه ثلاث مسارات، يا ترى مين فيهم المسار الحرج؟ المسار الحرج هو ذلك المسار الذي بيكون صاحب اكبر وقت ممكن. يبقى المسار الحرج هو عبارة عن اطول المسارات وقتا على الشبكة، وبالتالي حضرتك ليه انا سميته مسار حرج؟ لان اي تأخير في الانشطة الموجودة على هذا المسار بيترتب عليها تأخير في الزمن الكلي للمشروع، عشان كده بسميه المسار الحرج، لان اي تأخير في اي نشاط موجود على هذا المسار بيترتب عليه تأخير في الزمن الكلي للانتهاء من المشروع. طيب بنرجع تاني ليه احنا قلنا بنتناول شبكات الاعمال، وعندي نوعين اساسيين من النتورك بتاعتي، حاجة بسميها طريقة المسار الحرج وحاجة بسميها اسلوب بير. الفرق ما بينهم هما الاثنين، المسار الحرج او الكريتيكال باث ميثود الفكرة الأساسية بتاعتها أنها بتهمل عنصر عدم التأكد، بتفترض أن الوقت المقدر لكل نشاط هو بيتم التأكد منه بنسبة 100% وليس هناك مجال للخطأ، وبالتالي بيعتبر طريقة المسار الحرج دي هي من النماذج المؤكدة. أما بالنسبة لأسلوب بيرت، أسلوب بيرت دايما يقول لي لا والله ده في حالة دائما عدم تأكد بالنسبة لعنصر الوقت المخصص لكل نشاط، وبالتالي بيكون هناك فيه احتمال للخطأ، وبالتالي عشان كده بقول ان دايما اسلوب بيرت هو بيراعي عنصر عدم التأكد وبيعتبر من النماذج الاحتمالية. طيب عشان نقدر نفهم هذا الموضوع هنبتدي ناخد مثال رقمي. بيقول لي والله الجدول التالي بيوضح بيان بالأنشطة المختلفة لمشروع ما والأزمنة المختلفة لهذه الأنشطة، وقد تم توضيح العلاقة ما بين هذه الأنشطة من خلال تعريف كل نشاط بنقطة بداية ونقطة نهاية، وطبعا المطلوب هو رسم الشبكة الخاصة بهذه الأنشطة أو جدولة هذه الأنشطة باستخدام أسلوب شبكة الأعمال. هقول والله هبتدي انا اراجع المعطيات بتاعتي، هقول والله عندي خمس انشطة الف وباء وجيم ودال وهاء، بدأ يديني رقم النشاط، بدأ يديني عمود خاص بالاحداثيات الخاصة بكل نشاط، الف عندي واحد واثنين، باء واحد وثلاثة، عندي بعد كده جيم اثنين وثلاثة، دال اثنين واربعة، وهاء ثلاثة واربعة. الزمن المخصص بالايام لكل نشاط عندي الف يومين، وباء ستة، وجيم واحد، ودال اربعة، وهاء خمسة. دي المعطيات اللي عندي. طيب
انا مطلوب مني دلوقتي اعمل عملية جدولة او ارسم الشبكة اللي بتعبر عن هذه الانشطة وعن تسلسل هذه الانشطة. اول حاجة اخلي بالي منها قبل ما ارسم خط واحد في الشبكة بتاعتي، عيني دايما على العمود بتاع النشاط، انا اقراه مرة واثنين وثلاثة، عندي واحد واثنين، واحد وثلاثة، اثنين وثلاثة، اثنين واربعة، ثلاثة واربعة، هرجع تاني اقراه تاني، واحد واثنين، واحد وثلاثة. يبقى انا فهمت دلوقتي ان الدائرة رقم واحد هيخرج منها سهمين، سهم هينتهي عند الدائرة رقم اثنين وسهم هينتهي عند الدائرة رقم ثلاثة. بعد كده عندي اثنين وثلاثة واثنين واربعة، يبقى الدائرة رقم اثنين هيخرج منها ايضا سهمين، سهم هينتهي عند الدائرة رقم ثلاثة وسهم هينتهي عند الدائرة رقم اربعة. هيتفضل نشاط واحد وهو النشاط هاء اللي هو ثلاثة واربعة، يبقى هيمثل بسهم هيخرج من الدائرة رقم ثلاثة وينتهي عند الدائرة رقم اربعة، وزمنه طبعا خمسة ايام. طيب لما هبتدي انا ارسم الشبكة زي ما حضراتكم شايفين، انا رسمتها بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين. عبارة عن ايه الشبكة؟ عبارة عن مجموعة من الدوائر اللي هي بتمثل الاحداثيات او نقاط البداية ونقاط النهاية لكل نشاط، ومجموعة من الاسهم اللي كل سهم بيعبر عن نشاط. فهبتدي اقول والله ازاي هرسمها، برجع تاني قلت لك عينك على العمود الخاص بالنشاط، كان عندي واحد واثنين، واحد وثلاثة، واحد واثنين يبقى همثله بسهم بيخرج من الدائرة واحد وينتهي عند الدائرة رقم اثنين، واسم النشاط هو ألف، والزمن المخصص له كان يومين. طيب بعد كده قال لي والله عندك واحد وتلاتة وده بيعبر عن النشاط به، فأنا مثلته بسهم بيخرج من الدائرة واحد وينتهي عند الدائرة رقم تلاتة، وكتبت باء فوق السهم، والزمن المخصص لهذا النشاط باء كان بيساوي ستة أيام. بعد كده قال لي والله في اتنين وتلاتة واتنين واربعة، اتنين وتلاتة قال لي ده اسم النشاط جيم والزمن المخصص له واحد، عندي اتنين واربعة وده النشاط اسمه دال والزمن المخصص له اربعة، فكتبت دال فوق السهم واربعة اسفل السهم. فاضل عندي نشاط واحد وهو النشاط هاء، وقال لي والله ده بيبتدي من الدائرة رقم تلاتة وينتهي عند الدائرة رقم اربعة، واسمه هاء كتبته فوق السهم والزمن المخصص له خمسة. بكده انا انتهيت من المطلوب رقم واحد وهو رسم الشبكة. طيب من خلال هذه الشبكة لو انا عايزة احدد بقى المسارات المتاحة في هذه الشبكة، هجد والله يعني ايه مسار؟ زي ما قلنا يعني الطريق اللي هيوصلني من نقطة البداية لنقطة النهاية. انا عندي نقطة البداية واحد ونقطة النهاية اربعة، يبقى اول مسار عندي هو واحد واثنين واربعة، عندي مسار تاني واحد واثنين وتلاتة واربعة، عندي مسار تالت واحد وتلاتة واربعة. يبقى انا عندي المسارات المتاحة في هذه الشبكة هما ثلاث مسارات، المسار واحد واثنين واربعة. طيب الزمن المخصص لهذا المسار ايه؟ ان انا بجمع ازمنة الانشطة بتاعته، واحد واثنين كان هو نشاط الف ده زمنه اثنين، واثنين واربعة كان دال وده زمنه اربعة، يبقى المسار الاول هو واحد واثنين واربعة والزمن المخصص لهذا النشاط هو ست ايام. طيب المسار الثاني قلنا والله واحد واثنين وثلاثة واربعة، قلنا والله يبقى هبتدي اشوف المسار بتاعه، المسار الثاني واحد واثنين وثلاثة واربعة، هبتدي اجمع الازمنة بتاعته، الزمن المخصص لهذا النشاط هيبقى عبارة عن اتنين اللي هو زمن النشاط الف زائد واحد اللي هو زمن النشاط جيم، مش انا قلت واحد واثنين وثلاثة، يبقى اتنين وواحد ثلاثة، ثلاثة زائد واحد واثنين وثلاثة واربعة، يبقى اتنين زائد واحد ادي ثلاثة، ثلاثة وخمسة يبقى تمانية. يبقى المسار الثاني هو واحد واثنين وثلاثة واربعة والزمن المخصص لهذا المسار هو تمانية. طيب المسار الثالث هو واحد وثلاثة واربعة، يبقى الزمن المخصص لهذا المسار هيساوي ستة زائد خمسة يبقى حداشر. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث مسارات، واحد واثنين واربعة ده المسار الاول وكان زمنه ستة، عندي المسار الثاني واحد واثنين وثلاثة واربعة وده كان زمنه تمانية، وعندي المسار الثالث واحد وثلاثة واربعة وده كان زمنه احداشر. لما بقول المسار الحرج هو اطول المسارات زمنا، يبقى المسار الحرج بتاعي هو واحد وثلاثة واربعة لانه الزمن بتاعه حداشر يوم. وقلنا كلمة مسار حرج يعني ان اي تأخير هيحدث في اي نشاط
على هذا المسار هيترتب عليه تأخير في الزمن الكلي للمشروع. طيب الخطوة اللي بعد كده ببتدي أحدد حاجة اسمها الزمن المبكر لبداية كل نشاط. هبتدي أقول والله أنا عندي دلوقتي دي الشبكة بتاعتك زي ما قلنا هي 1 و2 و3 و4، وعايزة أحدد حاجة اسمها الوقت المبكر. يعني إيه الوقت المبكر؟ الوقت المبكر هو الوقت الذي لا يمكن أن يبدأ النشاط قبله. وبالتالي هبتدي أرجع للشبكة تاني، الوقت المبكر لنقطة البداية الخاصة بالشبكة دائما بيساوي صفر، ودايما بعبر عنه بحطه في دائرة صغيرة فوق حدث البداية للنشاط. فأنا عندي مثلا الدائرة رقم 1، الوقت المبكر لهذه الدائرة هيساوي صفر زي ما حضرتك شايف، وحطها في دائرة صغيرة. طيب نيجي للنقطة التانية اللي هي النقطة رقم 2، عايزة أحدد الوقت المبكر لهذا الحدث أو للدائرة رقم 2، هيبقى عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن الوقت المبكر للدائرة السابقة أو للحدث السابق اللي هو 1، كان الوقت المبكر بتاعها بيساوي 0، زائد زمن النشاط اللي بيعبر عنه السهم الواصل ما بين النقطتين اللي هو ألف، والزمن المخصص له 2. يبقى الوقت المبكر للحدث رقم 2 أو النقطة رقم 2 هتساوي الوقت المبكر للنقطة رقم 1 اللي هي 0، زائد زمن النشاط ألف اللي هو 2، يبقى الوقت المبكر للنقطة رقم 2 هتساوي 2. طيب يجي للنقطة رقم 3، هنا بقى ستوب، خلي بالك النقطة رقم 3 دي بتبقى عبارة عن حدث تلقي، يعني بيدخل لها سهمين، عندي سهم جاي من 2 لـ3 اللي هو النشاط جيم، وعندي سهم نشاط باء اللي هو من 1 لـ3. يبقى مرة هحسب الوقت المبكر على حسب النشاط جيم، ومرة هحسب الوقت المبكر على حسب النشاط باء، وقارن ما بينهم واخد في النهاية الزمن الأكبر. فهنا هنحسب مثلا على أساس النشاط ب اللي هو السهم من 1 لـ3، الوقت المبكر للنقطة 1 يساوي 0، زائد زمن النشاط ب 6، يبقى المفروض الوقت المبكر للنقطة رقم 3 6. طيب ولو حسبت على أساس من 2 لـ3، هقول والله الوقت المبكر للدايرة رقم 2 هيساوي 2، زائد زمن النشاط الواصل ما بين النقطتين اللي هو ج 1، يبقى الزمن المبكر للنقطة رقم 3 المفروض 3. يبقى انا حسبته مرة على اساس النشاط ب كان بيساوي 6، ومرة على اساس النشاط ج كان بيساوي 3. في النهاية الوقت المبكر للنقطة رقم 3 هيبقى عبارة عن الاكبر، الزمن الاكبر انا حسبت مرة على اساس من 1 لـ3، ومرة على اساس من 2 لـ3 لان هما سهمين لحدث تلاقي. ببتدي احسب الوقت المبكر في كل مرة، وببتدي في النهاية اقارن واخد الوقت المبكر الاكبر اللي هو كان 6، اخد 6 ولا 3؟ 6 هي الاكبر، وعشان كده الوقت المبكر للنقطة رقم 3 هو عبارة عن 6. طب نيجي للنقطة رقم 4، برضو حدث تلاقي بيدخل لها سهمين، سهم من 2 لـ4 وسهم من 3 لـ4. هبتدي احسب الوقت المبكر مرة على اساس السهم الواصل من 2 لـ4 اللي هو نشاط د، وده زمنه 4، يبقى هقول والله الوقت المبكر للنقطة رقم 2 بيساوي 2، زائد زمن النشاط د 4 يبقى 6، يبقى المفروض الوقت المبكر للنقطة رقم 4 يبقى 6. ولكن في سهم اخر بيدخل للنقطة رقم 4 اللي هو من 3 لـ4، الوقت المبكر للنقطة رقم 3 احنا كنا حاسبينه 6، زائد 5 يبقى 11. طب اخد 11 ولا اخد 6؟ باخد الزمن الاكبر. يبقى في هذه الحالة الزمن المبكر للنقطة رقم 4 هيساوي 11، وده حطيته في دائرة صغيرة فوق الدائرة رقم 4. لغاية كده انا انتهيت من حساب الوقت المبكر للاحداثيات او للانشطة. طيب يبقى زي ما حضراتكم شايفين لما جيت احسب الوقت المبكر بحسبه من نقطة بداية الشبكة اللي هي 1، وبنتهي عند نقطة النهاية اللي هو 4. وخلي بالك اذا كان في هناك حدث زي مثلا 3 أو 4 بيدخله بيعتبر حدث طلاق، يعني بيدخله اكتر من سهم او اكتر من نشاط، فبحسب مرة على اساس كل نشاط، يعني بحسب الوقت المبكر على اساس مثلا السهم من 2 لـ3، ومرة على اساس السهم من 1 لـ3، وقارن ما بينهم وباخد في النهاية الزمن المبكر الاكبر. بكده يبقى احنا انتهينا من حساب الوقت المبكر للاحداثيات او للنقاط اللي موجودة في الشبكة بتاعتي. طيب نيجي بقى للمطلوب التاني وهو الوقت المتأخر. الوقت المتأخر هو
عبارة عن الزمن الذي لا يمكن أن يتأخر عنه النشاط، لأن أي تأخير فيها هيترتب عليه تأخير في الزمن الكلي من النشاط. طيب الزمن المتأخر لما باجي أحسبه بحسبه من نقطة نهاية الشبكة، بخلي بالك الزمن المبكر كنت بحسبه من نقطة البداية اللي هو رقم واحد، الزمن المتأخر هحسبه من نقطة النهاية اللي هي رقم أربعة. الزمن المبكر كنت بحطه في دائرة صغيرة فوق الإحداثيات بتاعتي، الزمن المتأخر بحطه في مربع أو مستطيل، وبحطه أيضا أسفل أو فوق الدائرة أيضا يعني بجانب الوقت المبكر. طيب أنا عايز أحسب دلوقتي الوقت المتأخر، يبقى ببتدي من نقطة النهاية اللي هي أربعة. الزمن المتأخر لنقطة النهاية بيساوي تماما الوقت المبكر لهذه النقطة. أنا كنت حسبت الوقت المبكر لنقطة رقم 4 كان 11، يبقى أوتوماتيك على طول هعمل مربع صغير أو مستطيل صغير وأحطه فيه 11 اللي هو الزمن المتأخر لنقطة النهاية. طيب لما باجي أحسب الزمن المتأخر زي ما قلنا ببتدي يعني إيه من نقطة النهاية وبرجع إلى نقطة البداية، فأنا ببتدي بأربعة. أربعة قبليها مين يا جماعة؟ قبليها تلاتة. أنا برجع يبقى هبتدي اقول والله الزمن المتاخر النقطه رقم 4 احنا قلنا اوتوماتيك بحطه هو الزمن المبكر ليها، يبقى هو مماثل تماما للزمن المبكر لهذه النقطه اللي هو 11. طيب 11 الزمن المتاخر بقى للنقطه رقم 3 هيبقى عباره عن الزمن المتاخر للنقطه رقم 4 اللي هو 11 ناقص زمن النشاط الواصل ما بين الاثنين اللي هو النشاط من 3 ل 4 اللي هو كان تقريبا هاء وكان زمنه 5، يبقى 11 ناقص 5 هيبقى 6، لان 3 و4 هو يعني او برجع من 4 ل 3 ففيه هو نشاط واحد واصل من 3 ل 4، يبقى على طول هاخد الزمن المتاخر للنقطه رقم 4 اللي هي 11 واطرح منها زمن النشاط الواصل ما بين النقطتين اللي هو هاء وكان زمنه 5، يبقى 11 ناقص 5 هتبقى 6، يبقى الزمن المتاخر للنقطه رقم 3 هيساوي 6. طيب 3 قبليها مين؟ قبليها 2. طيب 2 خلي بالك بقى النقطة 2 دي في خارج منها سهمين، يبقى مرة هحسب على أساس السهم الواصل من 2 ل 4 ومرة على أساس من 2 ل 3. طيب لو أنا حسبت على أساس من 2 ل 4 هقول والله الزمن المتأخر هو عبارة عن الزمن المتأخر للنقطة رقم 4 ناقص زمن النشاط الواصل ما بينهم، يبقى 11 ناقص 4 هتبقى 7. طيب الزمن المتأخر للنقطة رقم 3 كان بيساوي 6 ناقص زمن النشاط الواصل ما بينهم اللي هو ج كان بيساوي 1، يبقى 6 ناقص 1 يبقى 5. طالما أنا حسبت دلوقتي على حسب النشاط الأول كان طالع 7 وعلى حسب النشاط من 2 ل 3 طالع بيساوي 5، في حالة الوقت المتأخر باخد الزمن الأقل. بخلي بالك الزمن المبكر كنت هناك لما بيبقى فيه بحسب على اساس كل نشاط لو في دائره تلاقي وباخد الزمن الاكبر، هنا بقى الوقت المتاخر بعمل العكس، يعني ببتدي احسب الوقت المتاخر لكل سهم او لكل نشاط وببتدي في النهايه بختار الوقت الاقل او الاصغر. فهنا عندي 11 ناقص 4 كان بيساوي 7 و6 ناقص 1 بيساوي 5، يبقى باخد الاقل 7 ولا 5، 5 هي الاصغر، يبقى الوقت المتاخر للنقطه رقم 2 هي 5. نبتدي فاضل عندنا نقطة واحدة اللي هي النقطة رقم 1، هبتدي اقول والله الزمن المتأخر للنقطة رقم 1 خلي بالك برضو هي طالع منها سهمين، يبقى ده كأنه حدث انشقاق. هبتدي والله اقول والله يبقى هاخد الزمن المتأخر للنقطة رقم 2 اللي احنا حاسبينه اللي هو 5 ناقص زمن النشاط الواصل بين 1 و2 اللي هو كان بيساوي 2، يبقى المفروض يطلع 3. وعندي سهم تاني من 1 ل 3 يبقى هاخد الزمن المتأخر للنقطة رقم 3 اللي هي 6 ناقص زمن النشاط الواصل ما بين النقطتين اللي هو 6، يبقى هيساوي 0. وبالتالي اخد 2 ولا اخد 3 لان المفروض طبعا زمن المتأخر للنقطة رقم 2 5 ناقص 2 يبقى 3، ولا 6 ناقص 6 هيساوي 0، اخد 3 ولا 0 وباخد الزمن الاصغر او الزمن الاقل اللي هو الصفر. يبقى بكده انا انتهيت من تحديد الوقت المتأخر لكل النقاط الموجودة في الشبكة. برجع بس أفكر حضرتك بحاجة، الزمن المبكر لما كنت بحسبه بحسبه من نقطة البداية اللي هي 1 ولغاية ما أوصل لنقطة النهاية اللي هي 4، والزمن المبكر لأي نقطة عبارة عن الزمن المبكر للنقطة السابقة مضاف إليها زمن النشاط أو السهم الواصل ما بين الاثنين، ولو في حدث تلاقي كنت ببتدي انا احسب والله
الزمن المبكر على اساس كل سهم او على اساس كل نشاط، وفي النهايه بختار الزمن المبكر الاكبر. في الزمن المتاخر العكس تمام، عكس اللي كنت بعمله في الزمن المبكر، ببتدي من نقطه النهايه في الشبكه اللي هي نقطه رقم 4 وببتدي ارجع لغايه ما اوصل للنقطه رقم 1. والزمن المتاخر لما باجي مثلا يكون هنا زي دائرة رقم 2 مثلا، كان عندي هنا بيخرج منها سهمين وانا ببتدي ارجع مثلا من 4، يعني انا حسبت 4 ل 3 خلاص، جيت عند الدائرة رقم 2 عشان احسب لها الزمن المتأخر، قلت والله مرة هحسب على اساس السهم 2 ل 4 ومرة على اساس 2 ل 3، فهياخد الزمن المتأخر للنشاط رقم 4 اللي هو 11 ناقص بطرح زمن النشاط، يبقى الزمن المتأخر لأي نقطة هو عبارة عن الزمن المتأخر للنقطة نفسها ناقص زمن النشاط الواصل ما بين النقطتين، يطلع لي الزمن المتأخر لهذه النقطة. وبالتالي 11 ناقص 4 كان بيساوي 7، ولكن هذه الدائرة كمان بيخرج منها سهم اللي هي 2 ل 3، يبقى 6 ناقص 1 5 اخد 7 ولا 5، باخد الزمن الأصغر او الزمن الأقل اللي هو 5. وبالتالي ده بكده يبقى حسبنا الزمن المبكر وحسبنا الزمن المتأخر لكل نقطة. طيب عايزة احدد المسار الحرج. المسار الحرج اتفقنا ان هو اطول المسارات في الشبكة، وزي ما قلنا في يعني طريقتين. الطريقة الاولى انا بحدد المسارات زي ما حددناها في الاول، واحد كانت اللي هو 1 و2 مثلا واربعة، وواحد وتلاتة واربعة، وواحد واتنين وتلاتة واربعة، وحددت الزمن الخاص بكل نشاط، وقلت يبقى المسار الحرج هو اطول المسارات زمنا اللي هو 1 و3 و4 وكان زمنه 11. في طريقة تانية بقى اللي هي حاجة بسميها طبعا المسار الحرج، يعني الأنشطة المكونة لهذا المسار هي بسميها أنشطة حرجة. أنشطة حرجة ليه؟ ازاي احدد ايه هو النشاط الحرج؟ النشاط الحرج هي النقاط بتاعته بتكون نقاط حرجة. يعني ايه نقاط حرجة؟ لو رجعنا للشبكة تاني هجد 1 و3 و4، 1 دي نقطة حرجة، 3 دي نقطة حرجة، 4 أيضا نقطة حرجة. ليه نقطة حرجة؟ لأن الزمن المبكر لهذه النقطة مثلا رقم 1 اللي هو 0 بيساوي الزمن المتأخر لهذه النقطة، يبقى 0 و0. وأيضا لو وجدت 3 هجد الزمن المبكر ليها بيساوي 6 والزمن المتأخر ليها أيضا بيساوي 6. النقطة رقم 4 الزمن المبكر ليها بيساوي 11 والزمن المتأخر ليها ايضا 11. يبقى النقاط الحرجة هي النقاط التي بيكون عندها الزمن المبكر لهذه النقاط بيساوي الزمن المتأخر. يبقى اي نقطة الزمن المبكر بيساوي الزمن المتأخر يبقى دي بتعتبر بسميها نقطة حرجة، واحنا معبرين عنها في الشبكة بدائرة مزدوجة. اذا النشاط الحرج هو النشاط الواصل بين 1 و3 و4، والزمن المخصص لهذا النشاط هو 11 يوم. بكده يبقى احنا انتهينا من الطريقة التانية او الاسلوب التاني، وهو اسلوب شبكات الاعمال. طبعا المفروض ان احنا عندنا كده العمل اللي احنا مطالبين به في هذا الفصل هو خرائط جان وشبكات الاعمال، وحضرتك اعتقد ان الموضوع يا رب يكون انا يسرته وسهلته على حضراتكم، وان شاء الله طبعا هتتناولوه في السكشن وتاخدوا برضو حالات تطبيقيه عليها، وبحيث ان الموضوع يكون اسهل وايسر. بشكر حضراتكم جدا، ونلتقي ان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله لنستكمل مقرر اداره الانتاج والعمليات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.